رحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور خالد البلوشي باحث في التراث، مساك الله بالخير. يا مرحبا فيكم وطالع من الحين. نشكر قناة الظفرة على الاهتمام بهاي بالأيام الوطنية وبالتراث وبكل ما يهم دولة الإمارات العربية المتحدة. حياك الله. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. هذه الاحتفالات بليلة المنتصف من شعبان تقريبا عادة متوارثة في دولة الإمارات، والكل يحتفل فيها ويفرح فيها لخصوصيتها الكبيرة على نفوس الجميع. طبعا خلينا نقول ان في اختلافات بسيطه صارت بين الماضي والحاضر. لو تقدر تخبرنا شو اللي اختلف باحتفالاتنا خلينا نقول ليله المنتصف بشعبان، ولا عند الباقيين ممكن يقولون لا اسماء ثانيه، لكن الكل يحتفل في هذا الموضوع وله خصوصيه على قلوبهم، شو اللي فرق بين الماضي والحاضر؟ والله اخي يعني تذكرت صراحه بايام عزيزه على قلوبنا، كانت احنا كنا صغار حقيقه، يعني كنا نحتفل يعني فعلا يعني كان شيء من قلبنا من خاطرنا. صحيح. فكنا ننتظر اليوم هذا بفارغ الصبر، لان تعرف يعني اليوم هذا كان يعني يوم تنافس نحن، فكان يعني كان كل واحد ما شاء يجهز اموره ويرتب اموره ويجهز، وكان نحن يعني نقوم بكل اعمال بدينا يعني بروحنا، يعني كان مثلا نجهز الخارطه هذه ونخلي امك تخيط لك او يدتك او حد من هذا، وبعدين كنا يعني كان من يد العصر كنا نجتمع نحن كنا ونروح يعني البيوت مراعي البيوت، ويعني فكانت صراحه ايام جميله. لكن اليوم هذا يعني خفت طبعا، اليوم صار نوع من البرستيج زياده عن يعني صحيح. يعني تعرف الجيل شوي صار جيل شوي يعني خلينا نقول دلوع بعد، يعني قام شغال لا في الخير في الخير لا في الخير اكيد يعني اكيد. لكن احنا الايام احنا يعني كنا ماشي، احنا كنا نروحنا وبعدين تعرف كانت فرجان الايام، كانت فرجان وما كان في الحياه هذه المتطوره، وكذا يعني شويه ماشي انشغالاتنا ما كان شغله ثانيه بعد يعني صحيح. يعني كان وبعدين احنا كنا نفتخر بشيء هذا، يعني كان بعد يعني بعد شهرين انت بناكل من حق الله هذه، ناكل منها يعني شهرين كاملين احنا بناكل منها. هي منافسه المنافسه على شو؟ وبعدين لا يعني كان نجمع اكثر، يمكن نجمع اكثر فعلا، يعني هاي كانت يعني. وبعدين في نهايه يوم نجمع تشوف شيء يجمع اكثر، فسبحان الله كانت ايام جميله حقيقه، يعني ايام حلوه. وان كانت يعني الحين الايام بعد في نفس، لكن الحين يعني صار يعني كان اهتمام يعني صار يعني اهتمام بالدوله اكثر. نعم. يعني على مستوى المؤسسات، على مستوى الإعلام، على مستوى الأمور هذه، صار الحمد لله رب العالمين للحفاظ على الموروث بشكل عام أكيد. والإيصالة طبعا أكيد. أما يعني قبل كنتوا أنتوا مسوين الشغلات يعني فعلا الموروث هذا يعني هذا يجب حافظ عليه نحن، لأن نحن يعني هذا الشيء يعني يعني مهما كان جزء من تراثنا جزء من تاريخنا. وعلى فكرة الشيء هذا موجود في جميع دول العالم العربي، حتى في السودان، حتى في يعني عند أسماء، حتى في العراق، يعني ممكن نحن ممكن في دول ثانية في دول الخليج في رمضان نحن في شعبان عندنا. لكن هذا موجود بشكل عام في كل دول العربية هنا. صحيح دكتور. أنا أبغى أسألك يعني حق الليلة للحين يعني أكيد نحن نحتفل فيه ونستانس يعني بوجوده، ولكن إيش كثر مهم أن نتمنا محافظين على هذه العادات أو مثلا الاحتفالات الشعبية أو الموروث الإماراتي حتى نقدر نحافظ على الهوية الإماراتية؟ والله يعني فعلا شوفي يعني 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 الزين فينا في 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 الموروث هذا أن الكل يحاول يعني نرجع حق عاداتنا وقيمنا، مثلا يعني مثل كندورة. فتشوف مثلا يعني يمكن حتى اللي ما يلبس كندورة في اليوم هذا يلبس كندورة. صحيح. الشيء الثاني مثلا البنات يعني تحس مثلا لبس الوطني، لبس المخاوير والامور هذه. فبالعكس يعني هذا شيء طيب، يعني هذا يعني وهذا يجب نحن نسعى نحافظ عليه. صحيح. بالعكس نشجع عيالنا، نشجع انفسنا على الموضوع هذا، لان فعلا يعني هذا جزء من هويتنا وجزء من تراثنا، وكل ما حافظنا عليه فنحافظ على تراثنا وعلى هويتنا نحن. صحيح طبعا. هنا. هنا. حتى ندى اليوم محتفله والله يعني بالعكس انا ادور الحلويات لا يعني بالعكس يعني هذا شيء طيب، وبالعكس يعني احنا نتمنى الكل يعني يشارك اليوم، لان اليوم يعني مهما كان اليوم عزيز على قلوبنا كلنا يعني 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 وبعد هذا جزء يعني 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 جزء يعني كنت بعد تحتفل بالدين بعد يعني حتى يعني شيء ديني يعني بعد يعني نصوم شعبان ناس تهي حق عمر حق رمضان. هي نعم نعم هي نعم. صحيح. طبعا انت ذكرت من شوي ان الاحتفاليات هذه تكون في اكثر من دوله عربيه. نعم. ولكن ممكن تختلف بين الوقت وايضا تختلف خلينا نقول الاهازيج. نعم. والمسميات. نعم. شو الفروقات اللي بيننا وبين الدول الشقيقه؟ والله شوف يعني احنا في الخليج نتقن الشيء يعني يعني اذكر احنا كنا صغار اعطونا الله يعطيكم بيت مكه يوديكم. نعم. الله يسلم لكم يعني يعني نفس الكلمات يعني بين، لكن دول ثانيه مثل 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 يعني مثل مثل في البصره. نعم. مثل في السودان يعني بتقويد يختلف، يعني مثلا في السودان اتوقع ان كان يخلون في اليوم الاخير من الاسبوع الاخير من رمضان. ويعني كان يعني بتعرف اللهجات تختلف يعني، وحتى في العراق كان يسمون مثلا يسمون مثلا النصفه او نصف يعني يعني نصف من شعبان ونصف من رمضان يسوونه. صحيح. لكن نحن عندنا نحن مثل يعني حتى لكن نحن مثل دول الخليج نحن نحن وقطر والسعوديه والكويت فنفس نفس الشيء يعني نفس العادات، لكن يمكن التوقيت تختلف يعني. اي نعم اي نعم. لكن حتى الاسم يعني حتى الاسم يعني يعني حتى الاسم ممكن هناك يعني 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 هو قرنقعو او 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 حق الله قرقيعان يعني تقريبا. اي نعم او قرقيعان يعني لكن الهدف واحد في النهايه
يعني انك تحافظ على عاداتك على تقاليدك. تحب الشباب يعني الصغار هذه يحسون نوع من الفرحه. نعم اي نعم اي نعم صحيح. انزين هو يعني من ايام قبل يعني يوم كانوا اليهال يطلعون ويلفون على اليران ولا الاهل وكله، ايش كثر هذا الشيء مهم حتى يحافظ على الروابط ما بين الافراد او الاهل وغيره؟ والله هذا الشيء يعني هالشيء يعني زين فيه انك انت يعني احنا يعني اتكلم عن نفسك واحنا صغار يعني كنا نعرف البيوت كلها، هالبيت شو فيه من فيه، فكنا نعرف يعني. وهذا يعني هذا كان شيء يخليك انت ارتباط تواصل يعني انك تطلع البيت الفلاني، احنا نعرف ان البيت الفلاني هذا مثلا في فلانه او في فلان يعني انت حتى عارف اسماء يعني البيت عارف شو يعني. هذا بالعكس هذا شيء زين، حتى اليوم نحن نشجع ابنائنا ونشجع يعني يهال يعرفون ايرانهم من يارك من ذهلك اذا هذا بالعكس هذا شيء جدا جدا شيء عملي مساعد انه يقوي العلاقات. بالضبط. انا الحين بالنسبه لي خطر لي شيء، أكيد أنت قبل يوم كنت تحتفل بهذه الليلة نعم كان عندك شلتك نعم للحين صحيح. تتواصل معاهم الشلة اللي كانت والله يعني هالشيء زين صراحة يعني 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 يعني, يعني الحمد لله إحنا كنا في فلان يعني يعني قبل كان حتى المدارس كان زين فيها يعني كان كل مثلا في يجوا مدرسة واحدة فكان كل عيال فتشوف تعرف أنت تعرف ديارك وديارك تعرف كل موقع اللي كان يعني خلينا نقول أهالية وحتى إيران نعم. فكان بالعكس عندي اليوم كذا احنا نتكلم عن احنا يعني من ما بكبر عمرنا احنا من الثمانينات شباب شباب يعطيك العافيه فنحن مرتبطين بالامور هذه وحتى عندي يعني نحن نتذكر عن الايام الحلوه كنا نمر على الناس نمر على هذا على الاهل بالعكس ايام جدا حلوه ومثل ما قلت يعني لا زال تربطنا علاقاتنا يعني حتى نتذكر مع الشباب نقول تعيدون بتفلان رحنا عنده مثلا ما اعطانا شيء فهالاشياء لا زالت مبدا في ذاك يعني سبحان الله اشياء جميله هنا هاي الذكر شوفي هم ناسين كل شيء بس مذكرنا فلان ما اعطاهم والله يعني فعلا يعني حتى لو كنا مرينا مثلا يعني كنا نقارن مثل البيت والله ناس في مكرم وناس يعني مثلا الناس اعطوك اشياء حتى بعد تبرق تروح بيت فلان ما يعطيك شيء فبالعكس اشياء زينه يعني هذه اي نعم كان عندهم خريطه خلاص عارف وين يروح كل سنه يذكرون هذاك البيت يعطينا فعلا فعلا هالشيء يعني لا زال شيء موجود والله في الذاكره لحد يعني حتى يعني مثل الفرجان القديمه اللي لا زالت موجوده كنا نعرف حتى بيت فلان ان هذا فلان هذا بيت فلان هذا بيت فلان أكثر شيء طيب يعني هذا نعم فعلا فعلا طبعا نعم. دكتور بالنسبة لعيال اليوم نعم. أو الجيل الحالي نعم. شو كثر مهم نحن أن نتم يعني نراويهم هذه العادات والتقاليد حتى يمشون بهذا المسار؟ والله بالعكس يعني إحنا اليوم مطلوب علينا إحنا اليوم في يعني في دول الخليج أو في الإمارات أن إحنا يعني نواصل مع عيالنا يعني خاصة الجيل هذا الجيل يعني يعني في تغييرات جدا تغييرات سريعة صحيح. الإعلام الحياة هذا فلازم نحن اليوم نغرس فيهم الأشياء هذه حب الوطن حب العادات هذه الأشياء هذه ويعني مثل يعني بعدها شيء زين يعني أنت ما تبعت أنت ما تحط فيهم شيء دخيل لا شيء جزء ما كنت من تراثك فنحن كأباء كأمهات يجب أن نساعد نغرس الشيء هذا في عيالنا نقول لهم هذا الشيء بالعكس زين يعني يمشون عليه ونحن يعني يعني بنفقد هذا الشيء يعني بجميع الدول العربية يعني وإحنا كنا يعني ما شاء الله يعني سواء كان يعني في الإمارات أو في قطر أو في أو في العراق أو مصر وكنا إحنا أهل يعني ولازم إحنا نشجع الشيء هذا بيننا كلنا نحن أكيد طبعًا دائما فكرة إن نحن نحيي التراث والموروث الشعبي والأهازيج الشعبية سواء حتى في بعض الأحيان يكون عندنا خلنا نقول الموروث الشعبي المادي ولا مادي صحيح. هاي الأمور لازم إنها تظل مستمرة نعم. وتظل متجذرة نعم. إن هذا ماضينا هذا الشيء اللي من الممكن نحن في المستقبل دائما لازم نبرزه صحيح. سواء في عمراننا سواء نعم. في حديثنا قصصنا نعم. هذه الثقافة اللي لازم يشوفها العالم نعم. الهوية اللي لازم يشوفها العالم نعم. كيف الواحد بالنسبة له من ممكن في هذه الاحتفالات يبرز نعم. ثقافته والله شوف يعني يعني زين فيه إن حتى يعني حتى الكتب في الآن كتب طلعت كتب يعني كتب يعني يعني حق الله نعم. يعني اليوم أتوقع إن في بعض الكتاب طلعوا كتب يعني في مسلسلات في أفلام وهذا شيء زين يعني يجب نحن اليوم يعني نحاول نغسلها بأي طريقة سواء كان بالكتب سواء كان بالمسلسلات سواء كان بالقصص فبالعكس يعني هذا الشيء اليوم مطلوب ونحن يعني كناس يعني مثلا إحنا اللي كبرنا لازم نوصل التاريخ هذا حق اللي بعدنا نحن ان شيء يستمر يكون شيء مستمر ونعطيهم اياه بكل يعني بكل اريحيه سواء كان مثل ما قلت يعني سواء كان كتب عند قدم يالف كتاب او كان عند قدم انتاج الافلام او انتاج القصص بالعكس شيء جميل هذا اي نعم صحيح طبعا دكتور يعطيك العافيه وايد اسعدتنا اليوم بتواجدك معنا في الاستديو الدكتور خالد البلوشي شكرا كثير على تواجدك معنا مشكورين حقيقه نحن نشكركم ونشكر قناه الظفر وكل عمل فيها على هاي على الاهتمام هذا الله يعطيك العافيه ان شاء الله وان شاء الله ايامكم مباركه ونشوفك ان شاء الله على خير الله يعطيك العافيه ان شاء الله جزاك الله خير